السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة ما صورتها جامي صورتها، وهي تقع في الجهة المقابلة لحظيرة الصابلات، إذن في الضفة المقابلة نتاع واد الحراش، يعني باتجاه المركب نتاع المائي نتاع إذن اللي جاي في كما قلنا في الجهة المقابلة للصابلات. وهنا التهيئة هذه تعود يعني إلى عدة سنوات، لكن لأول مرة نزورها ونكتشفها ونشوفها. أشارككم في هذه الجولة في هذه المنطقة، إذن واللي تعتبر منطقة محادية لمركب المسابح إذن اللي تاع الصابلات، وهي الحقيقة مفتوحة للزوار، وممكن الإنسان يقدر يروح لها، خاصة الآن يعني فيه طريق راه قيد الإنشاء ينطلق من منطقة الجامع الكبير باتجاه هذه المنطقة، فيه مدخل جديد راح يعني قيد الإنشاء، مازال ما انتهتش الأشغال به. إذن هنا نكتشف معكم هذه المساحات الشاسعة نتاع التي تم تهيئتها في نفس الوقت مع التهيئة نتاع الصابلات، لكن تقع في الضفة المقابلة نتاع واد الحراش. إذن نزيد نافونسيو، نمشي شوية ونشوف الحجم الكبير نتاع هذه المنطقة. وفيه يعني زوج مناطق، المنطقة الأولى هذه نشوفوها، ونزيد نشوفو منطقة أخرى في فيديو آخر إن شاء الله، لأنه ما نقدرش ندير فيديوهات طوال، يستغرق وقت كبير باش يتم نشرهم، لأن لا كونيكسيون ماشي قوية بزاف. نديرو فيديوهات نقسموهم على فيديو تاع 9 8 9 إلى 10 دقائق، نحاول ما نطولش الفيديوهات، وكذلك ما نحبش باش نروح في الملل، نمل يعني الناس ما تقدرش يعني تتصور يعني تشوف يعني أقصد لأكثر من 8 دقائق، لأن إذا نمشي ونشوف هذه المنطقة. هنا رانا على ضفاف المصب تاع واد الحراش، ونشوف منطقة الصابلات في الضفة المقابلة يعني باتجاه مدينة الجزائر. إذا الصابلات راه في الجاي في الضفة المقابلة، وهنا رانا في الضفة اللي يعني الأقرب إلى جامع الجزائر. خليكم تتابعوا هذا الفيديو حول الموضوع بدون ما نطول عليكم، ولنا موعد آخر في فيديو آخر في منطقة أخرى إذن حول المركب تاع المسابح المتواجد في منطقة أرديس وصابلات. إذن خليكم تتابعوا الفيديو، سوف تكتشفون وتتمتعون، والأكيد المؤكد هو أنه ما فيه شريحة رائحة صفر للناس اللي عمرهم ما جاوا للمنطقة هذه، ولا يسكنوا بعيد، ولا يسكنوا خارج الوطن، ما فيهاش ريحة. يعني الواد تاع الحراش الآن ما عادش فيه الروائح الكريهة اللي كانت موجودة في الماضي، يعني في القرن الماضي، يعني عندها أكثر من 10 أو 15 سنة الريحة تم القضاء عليها. على كل حال نخليكم تتابعوا الفيديو، والسلام عليكم.